بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نواصل في شرح الشابتر الثاني Block Diagram Reduction and Signal Flow Graph or Block Diagram Reduction Techniques and Signal Flow Graph. وأنا أذكر أننا بصدد يعني شرح العنصر الثاني اللي هو Signal Flow Graph أو SFG كما قلنا في الشريحة السابقة. طبيعة الحال المقرر هو التحكم الآلي. Signal Flow Graph. Signal Flow Graph هو بالضرورة تطبيق لقانون أو ميسون رول. وقبل الحديث على قانون ميسون عندنا بعض الترمينولوجي يعني بعض التعريفات لا بد أن نتكلم ونعرفها جيدا حتى نتمكن من تطبيق قانون ميسون. ونبدأ أولا بالنود. بكل بساطة node is a junction denoting a variable or signal. يعني مثلا هذا node denote the variable x, هذا node denote the variable z, هذا node denote the variable y إلى آخره. ثانيا branch. branch حسب التعريف هي إيش؟ هي unidirectional path that relates يعني يربط the dependency of an input and an output. Relation between variables is right next to the directional rule. يعني بكل بساطة البرانش يعني هو المسار الذي يربط بين اثنين نود أو ثلاثة نود. يعني يمكن أن تحدث على جزء من المسار أو المسار الكلي أو الإجمالي. The path يعني هو المسار. هو a branch or a continuous sequence of a branch. يعني يمكن يكون الباث هو هذا البرانش بس فقط. او ممكن يكون يعني الباث الاجمالي او الباث الكلي من البدايه الى النهايه. يعني كله يعتبر باث that can be traversed from one node to another. مثلا هنا عندي y equal to a time b time x. كيف يعني وصلنا الى هذه النتيجه؟ بكل بساطه عندي اولا y equal to z time b equal to والزاد في حد ذاته هي x time a time b. وبالتالي يعني الواي هي x time a time b يعني مثل ما هي مكتوبة. الباث جين أو يعني قيمة المسار. الباث جين يعني هي قيمة البرانشز اللي موجود. a عندي a و b. يعني فيه يعني بعض الطلاب بيكتب الباث جين هو x a b y. هذا خطأ. وبالتالي الباث جين هو بس اللي موجود على رأس السهم. يعني الباث جين هو القيمة أو قيمة المسار وتكون فيها يعني المتغيرات التي تكون موجودة بس على المسار الذي يربط بين اثنين نود. forward path now. forward path أو المسار المباشر. A path from input to output node. يعني من الفورورد باث هو الباث من الاكس الى حد الـ يعني النود الاخير. مثلا هنا الفورورد باث او قيمة الفورورد باث هي a time b time d. اللوب اخيرا اللوب يعني نقصد بها الحلقة ولازم تكون يعني في مسار مباشر. يعني تكون يعني الاسهم في نفس الاتجاه. هذا نسميها لوب. A closed path that originates at one node and terminates at the same node. يعني نبدأ من نفس النود ونرجع لنفس النود. وقتها نسميها loop. Along the path, no node is touched twice. يعني لما يعني نكون ندور يعني في الحلقة يعني النود الذي يعني نمر منه لا نعيد تكراره مرة ثانية. مثلا عندي loop L1. هذا اللوب L1 وقيمته هي A time C. نفس الشيء بطبيعة الحال قيمة اللوب هي يعني يعني هي ضوارب الفاريبلز التي تكون موجودة بس على الأسهم. يعني اللوب 1 قيمتها A time C. اللوب 2 هي بكل بساطة تساوي F. هذا لوب 2 F. لا نذكر يعني قيمة النود. اللوب 2 أو اللوب gain of the loop 2 سمي L2 equal to F. The loop 3 عند loop 3 نبدأ من هذا النود ونرجع لنفس النود. والloop 3 its value is equal very simple D time E إلى آخره.
Thank you for your attention.